السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوجئ اليوم الوسط الفني بوفاة اثنين من مشاهير الفن، طبعا الفنان الراحل أحمد فرحات أشهر طفل في السينما المصرية. أحمد فرحات كان طبعا كلكم عارفينه، أحمد فرحات بتاع فيلم طبعا طاقية الإخفاء، وطبعا انت شفتوا افلام فيلمه الجميل وافلامه اللي بعد كده. ويليها النهارده برضك وفاة المخرج الكبير محمد سالم، ثم وفاة طبعا اللاعب نادي طبعا اللاعب التجديف اللي هو طبعا تم غرقه وتم انتشال جثته من النيل. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا بوافر رحمته، اللهم أمين يا رب العالمين. وتعالوا نكمل معانا قصة حياتهم ومشوارهم الفني، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، يلا تعالوا. وإليكم الخبر، وفاة الفنان أحمد فرحات بعد صراع مع المرض. رحل عن عالمنا فمنذ قليل الفنان أحمد فرحات بعد معاناته مع الإصابة بجلطة في المخ. وأكد شقيق زوجته في تصريح خاص خبر الوفاة، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا. الفنان أحمد فرحات من مواليد 1950 شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال، وكان واحدا من أشهر أعماله طبعا أطفال السينما المصرية. ومن أشهر أعمال الفنان الراحل معبودة جماهير وسر طاقية الإخفاء، طبعا إشاعة حب، نهر الحب بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة. وابتعد الفنان الراحل عن الفن لمدة تزيد عن 50 عاما، حتى عودته بدور صغير في مسلسل أفندينا، ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. أما عن الشاب المصري، وفاة لاعب مصر بعد انقلاب قاربه في النيل. طبعا أعلنت وزارة الرياضة المصرية الأحد وفاة لاعب نادي الكهرباء للتجديف محمد عمرو مصطفى بعد حادث أليم غرق أثناء تدريبات أمس السبت. طبعا وقالت الوزارة في بيان، تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة في وفاة محمد عمرو مصطفى نادي الكهرباء للتجديف بعد العثور على جثته بعد حادث غرق خلال التدريبات. وأشار إلى أن وزير الرياضة وجه الاتحاد المصري للكندو والكاب بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات. وكان الاتحاد المصري للكندو قد أعلن عن اختفاء لاعب نادي الكهرباء محمد عمرو مصطفى البالغ من العمر 17 عاما أثناء تدريباته في نهر النيل. وأوضح الاتحاد بأنه تلقى إخطارا يوم السبت بوقوع حادث انقلاب قارب واختفاء اللاعب أثناء التدريبات في مقر النادي بمنطقة الزمالك في القاهرة والذي يطل على نهر النيل. وطبعا وفاة الموسيقار محمد أبو اليزيد، موعد الجنازة والعزاء. طبعا حددت أسرة الموسيقار الراحل محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية اليوم موعدا لتشييع جثمانه من مسجد حسين صدقي بالمعادي عقب صلاة الظهر، على أن يدفن بمقابر المشير. كما حددت أيضا الأسرة يوم الثلاثاء القادم موعد لتلقي العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب. البقاء لله. طبعا وفاة المخرج محمد سالم، وتشيع جنازته بمسجد فاطمة الشربتلي غدا. توفى منذ قليل المخرج المسرحي محمد سالم نائب رئيس الأوبرا المصرية سابقا، حيث أعلنت ابنته ريهام سالم خبر الوفاة على صفحتها فيسبوك، وكشفت عن موعد الجنازة قائلة: تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد
فاطمة أشربت لي ودفنا بمقابر الأسرة بالقطامية. وبكده يبقى وصلنا لآخر أخبارنا. ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي ظاهر أمامكم دلوقتي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.